التصريح اللي بعد. نفسي اشارك رامز جلال في مقلب ما بيرحمش وافكاره مترقعة. بما انك شاركته قبل كده يعني عملت معاه حلقه قبل كده، انت وانت عندي هنا قلت ان انا بتمنى اشاركه في فقره برنامج او تعمل معاه البرنامج، تعمل مقلب معاه. انت متحمس لده؟ والله هي فكره تبقى غريبه شويه، يعني انا مثلا بتخيل مثلا دلوقتي انا النهارده جاي لاسم، فانا دي تاني سنه مثلا باجي لاسم، فانا باجي عشان بحب ابقى اكون معاكي تمام. بس تخيلت مثلا ان انت ايه جاي لاسماء وقاعد بتكلم مع اسماء، يطلع ان الموضوع اصلا مش اسماء، يطلع مقلب اصلا، يطلع مقلب وهو اصلا المفروض رامز جلال، فاهمه؟ هو يعني فكرت انها ممكن تبقى كده، ان الناس جايه رامز وراك او والله اصلا تخيلي او يطلع لي من هنا مش بعيد عليه اصلا يعني، ويعمل اي حاجه. انا بحب رامز وراجل ناجح ومركز في شغله كويس، وحتى لما بيجي بيعمل فيلم مظبوط، عامل لاين لنفسه. هو رامز جلال براند لوحده يعني. دي حقيقه. بس انت ممكن لو عملت معاه مقلب تقدر مثلا تعمل بقى الانترو بتاع اللي هو لا ما اعرفش خالص بقى، اللي هو بيقعد يقوله كلام كتير ده، لا خالص. بس انا طبعا مش عارف الحاجات اللي بيقولها، لا محدش بيعرف يعملها غير رامز صح بصراحه يعني. طيب